تيجي الثلاث ايام بتوع البروفات المدام ما بتقولكش في البيت او حد من الولاد بلاش ما تروحش خلاص كفاياك بقى؟ محدش يقدر يقول لي ما تروحش. محدش يقدر عليك. ليه يعني؟ اصل هي هوايه وانت فاهم يعني. بكون في دمك. طبعا. بس مش مشقة عليك ان انت تيجي من البيت وتلبس وتنزل؟ لا انا ابني كبير. لا هو لا. اللي متولي بقى انه بيجيبك ويوديك. هو محب بس بديله. بتديله الاجرة؟ اجرة التوك توك؟ لا بديله الاجرة بتاع المشوار يعني. المشوار يعني بس اهم حاجة بياخد الاجرة. قول لي الالة دي بقى صعبة ولا سهلة؟ سكس. لا والله سهلة للي غاوي يعني. للي غاوي؟ طب ليه في الفريق هي ساكس واحد يعني الترومبيت كذا ترومبيت؟ لا هي ممكن يبقى فيه ساكس تاني بس الشركه تطلب. الشركه زي ما انت فاهم. بس هي اللي موجوده دلوقتي هي واحده. والواحده دي بتاعت عم عباس بس. والله لو جه واحد وعايز يشتغل كلارينيت بتاع ده ساكس مش همنعه يشتغل وانا ساعده. قول لي اللبس اللي انت لابسه الاسود ده بتاع الشركة. ده الوحيد اللي مختلف عن الطقم كلهم لابسين احمر انت لابس اسود. ما يشتروا؟ مشكلة يعني مش زي رسمي ده مش عشان القائد يعني. لا هو قائد يعتبر كده. القائد اللون ليه اسود؟ مختلف؟ لا ما هو حسب ما عملهم. اللبس بتاع الشركة بيعمله. الشركة بعمل اللبس اللي انت شفته ده كله. الاحمر؟ الاحمر ده للاعضاء. اعضاء وانا برضو دي عملوها برضو مش انا. دي ليك انت بتاعتك دي. دي معمول لرئيس الفريق. لرئيس الفريق اسود. بتروحوا فين دلوقتي يعني حاليا الفريق او الفرقه النحاسيه بتروح فين بتشتغلوا فين؟ كان زمان اي رئيس في الدوله جاي يزور مصر كان الفريق الموسيقى النحاسيه ده كان يسموه الفريق الشعب بتاع الجمهوريه يعني. ايوه طبعا. ما كانش فيه حد الا احنا. ما بالك ومباريات الكورة متهيألي. لا هنا ما بيطلبوش مباريات كورة ولا حاجة. كان زمان في اللي انت بتعزفه السلام الوطني الجمهور بتاع الدول اللي كانت مشاركة. صح كده؟